وكينيا. في لقاء هو الخامس منذ انطلاق نهائيات كأس أفريقيا للأمم تونس 2004. ثمانية دقائق تمر على ضربة البداية وكرة مرتدة كادت تفاجأ الحارس المالي مامادو سيديبي. محاولات المنتخب الكيني تتواصل والمهاجم دونيس أولياك يحاول بطريقة فردية من غير تغيير في النتيجة. والمنتخب المالي يجيب. فريدريك كانوتي يسدد في دين الحارس فرانسيس أوكوت. نفس اللاعب كانوتي يتوغل ويوزع وتراوري يسدد وأبرز فرصة إلى حد دقيقة 23. الضغط يتواصل مالي بعد كرة جانبية كان مصدرها سميلا كوليبالي. الجديد يأتي من لامين سيسوكو باستغلاله لسوء تفاهم في محور الدفاع الكيني وعلى يسار الحارس فرانسيس أوكوت يضع الكرة في الشباك ويفتتح النتيجة. هدف أدخل اضطراب في الدفاع الكيني وهفوة ثانية كاد يستغلها كانوتي لولا الحارس فرانسيس. والسيطرة تصبح شبه كلية للمنتخب المالي. سميلا كوليبالي يسدد أقوية ومامادو ديارا يتباطأ في كرة كان بإمكانه تحويلها إلى هدف ثاني. مقابل تألق من الحارس المالي مامادو سيديبي في أبرز فرصة للمنتخب الكيني. في الشوط الثاني المنتخب الكيني يبدأ بقوة. دونيس أولياك ومجهود فردي كبير وإمكانية التعادل الضيع. الضغط يتواصل الكيني والخطر ديما من أقدام أولياك وهدف التعادل يأتي في الدقيقة 57 بإمضاء مولاما توتيوف. هدف أعاد الثقة للمنتخب الكيني اللي كان بإمكان مضاعفة النتيجة في وقت قياسي. والمهاجم المالي فريدريك كانوتي أو مهاجم توتنهام الإنجليزي كان له رأي مخالف. سايدو كايتا يتوغل على اليمين يمرر في الطبق والبقية هدف يخفي داخله ما معناه معرفة الطريق المؤدية للشباك. الإمضاء كانوتي. هدفان لهدف وكينيا تعود للهجوم والتعادل يضيع على أولياك أبرز لاعب في المنتخب الكيني. المحاولات تصبح واحدة بواحدة وجبريل سيديبي يصوب في مرة أولى أقوية على بعد سنتيمترات من مرمى فرانسيس أوكوت وفي مناسبة ثانية في دين الحارس الكيني. ثم نشاهدوا العملية هذه. إيمانويل أكي يصوب بكل قوة، الحارس سيديبي يتألق وينقذ مرماه، التعادل يضيع على كينيا والهجوم يتحول معاكس وأبرز لاعب في الميدان فريدريك كانوتي يقضي على أمال منافسه في التعادل ويضيف الهدف الثالث ويمضي بالمناسبة أول ثنائية منذ انطلاق نهائيات الكأس الأفريقية الحالية وينهي اللقاء على 3 أهداف في هدف. نتيجة كان بإمكانها تكون أثقل لو أن الهجوم المالي استغل الفرص اللي خلقها في الوقت البديل. المنتخب السنغالي